ديالك. سيفتي رئيس جمعيه مجموعه مباركه. اييه. سميتي ربيع محمد. اييه. كنوب على الساكنه كامله في هذا المحل، ماشي بلا السوق، هذا البلاصه اللي قدامنا، حنا ماشي السوق. وحنا ماشي ضد البيع والشرايه. حنا ماشي ضد البيع والشرايه، لان خنخل السيد رئيس الجامعه كيبين السوق فين كاين. السوق كيبينو فين؟ ها هو في قانون ديالو. هذا قرار تنظيمي ديال السوق. السوق هو نهار الحد، ماشي السبت والحد السوق، ماشي الجمعه والسبت والحد. حنايا كنبقاو خدامين، لا حنا ولا ولادنا ولا السلطه المحليه، ما قيد ولا جدرميه، كيبقاو خدامين طيله ثلاث ايام ديالهم بالجمعه والسبت والحد ديالهم. كيفاش غادي يكون هاد الانسان غادي يخدم فهاد المريح فهاد المدينه هادينا؟ الجماعه ما كتعطيناش لو 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 عامل النظافه ما كيجيش. خرج شوف دابا كيدير الازبال كيدير عندنا هنايا. اه مشي شوف هز داك المحضر غادي يمشي مع البرد يدير. هنا هذا هو السوق، هذا هو السوق اللي كتشوفوا فيه، اللي كيقولوا هما السوق. هذا هما الفيلات اللي كتشوفوا مال الفاش مال الجمعيه ديالهم. اي نعم اسيدي، وشوف اش كاتبين على الحيط، واش كاتبين على الحيط ديالنا؟ نعم ممنوع. شوف راه ممنوع كذا كذا من هنا، ولكن تخرنا لا اله الا محمد رسول الله. بداو بعدا هنايا هاد الجرده انت اللي صوبتيها. اي نعم اسيدي، هذه الجرده حنا اللي كنا صوبناها، وحنا اللي درنا الميزانيه ديالتها من مايل خاص انايا. انا تعاون مع الجماعه ومتعاون مع بلادي. كنصوف هادشي كنصوف فيه لي انا الرصيد الخاص، ولكن كنتفاجئوا. هاتا كتشوف الازبال، هاتا الازبال. هاد الناس كيقول لك بانهم كيجمعوا الزبل، هاد الناس كيقول لك بانهم كيجمعوا الزبل ديالهم، كيمشيو يخليو المخلفات ديال الزبل ديالهم، لانهم كيمشيو كيخليو المخلفات ديال الزبله ديال هاد الناس هادو هنايا. هذيك المدرسه اللي كنشوفو هنا، هذيك مدرسه، هذيك مدرسه حشومه يكون هاد الازبال قدام مدرسه تما هذيك. هذيك حشومه يكون طريق بن زياد قدامه هذوك الازبال. راك كتشوف الامهات مريحين حدا الزبل، وليدات كيلعبوا في الزبل، راه الوليدات كيلعبوا في الزبل. يعني اي حاجه يخلوها، اي حاجه يخلوها، صباط تريكو كبوط، اي حاجه يخلوها، اي حاجه بالمخلفات كيخلوها، اي حاجه بالمخلفات ديالهم كيخلوها. دينا في الاخر كيبيعوا مدربه ب 400، وخلي لك القطن ديالها لهنا بالفايات ديالها. واش هذه هنا ما كاينش طوبه؟ ها هي نعم اسي كنشوف السي خالد، شوف الحاله كيفاش كارثيه هنايا. ها انت كتشوف كارثيه هنايا، ها انت كتشوف، ها انت المخلفات، ها شي مخلي مضربه، ها انت كتشوف، ها انت كتشوف، انت سميتي، ها انت كتشوف الحاله كي داير هنا، شوف الحاله كي داير هنا. هادو اللي كيقول لك هما كيعطوا كيجمعوا بالفرنك، كيجمعوا الزبل ديالهم. هذا كيفاش السيد كيعطي الزبل كيجمع الفرنك؟ شوف انت سيدي، انت شوف هذا اللي خلى مشى وخلى باليسو هنا خلاها. ها انت باليسو خلاها هنا، باليسو اخرى خلاها هنا. الفلوس داها. علموا الفلوس داها هو، ودي الفلوس وحنا نديو نجمعوا الزبل. هما كيديو هذا مول القهوة، هذا مول القهوة كيخدم هنايا. كيخدم وكيخلي هو يدي الفلوس وحنا خلينا الزبل. ها انت كتشوف هو كيدي الفلوس وحنا كنجمعوا الزبل. ها انت كتشوف حنا اللي خاصنا نجمعوا هنا الزبل، حنا قدام ديورنا وقدام ديور قدام دار السيد. ها هي ها انت، لا السيد ما ساكنش. شريتوا فيلات هنايا باش ترتاحوا على اساس انها منطقة. حنا استثمرنا هنايا، حنا استثمرنا هنا 30 عام وحنا كنجمعوا فلوس، بس استثمرنا الدولة باش نريحوا ارتاحوا. مهاجر انت؟ انا لست مهاجر، انا مغربي مقيم في المغرب، وعملت كتاجر في المغرب، والحمد لله مازال خدمتنا كتعطي، ومازال كنعطوا للبلاد ديالنا. شوف حالتنا كي دايره في هاد الازبال اللي كيقولوا هما الازبال اللي كاينه هنايا. انت كتشوف سي خالد، انت كتشوف المشاهدين الكرام اللي كتقول هاد الناس حنا كنظلموهم. هاد الناس ماشي ظلمنا، ما يبيعوا ويشريوا، ولكن يجمعوا زبلهم، يجمعوا الزبل، ما يكونش حاس شي واحد راسو. انت كتشوف الازبال كي دايره هنا، انت كتشوف مول القهوه مشى هرس البيض ديالو وكل الناس وشرب الناس هويا، وحنا مالنا؟ ما هو درنا حنا في هاد الزبل هناك كله؟ ها هو سيدي، انت كتشوف الزبل كيفاش داير. انت كتشوف، هاتا كتشوف، انت هاتا كتشوف الازبال كيفاش داير، شي صبابط شي كبابط كاينه. بالله علي علي عليكم، مدرسه شو حالتها كي دايره؟ شو امامها قدام هادشي كاين قدامها بلا داري انا. وهاد المدرسه على من هاد الامهات ساكن عارهم على من؟ هاد الوليدات عارهم على من؟ هاد الوليدات هادي ماشي كارثه باش يدوزوا؟ ما بقى عندو منين يدوزوا؟ راه كتشوف ها انت، شوف ها سيدي، ها انت، ها انت، ها الكيسه هنا، ها انت كلشي كتشوف. حاله كارثيه، حاله كارثيه، انت حاله كارثيه، ها انت كتشوف فيها. اذا رساله توجهها، رساله حضاريه اللي كنوجهها للسلطه المحليه ورئيس الجامعه، يخرج يشوف هادشي اللي واقع اش عندنا في السوق. مادام كتعطي السوق قد بيه ولا اعطيه للمواليه ياخذوه. السوق اما قد بيه اما اعطيه للمواليه ياخذوه. ثالثا اما اعطيه للمواليه ياخذوه يخدموا به، اما السوق من تما قادش. علاش جينا حاطين السوق هنا؟ حنا كساكينة درنا في خواطرنا، هادشي درنا في خواطرنا بزاف، خواطرنا بزاف. راه كنشوف تراكم هاد الازبال كيفاش دايره. حنا غنطيح حنا انت، واحد كياخذ بونجا وحنا كناخذوا الزبل القطن. شوف انت كتشوف واحد ياخذ بونجا وحنا ناخذوا الزبل.
هات شوف هادشي الدار ديالك هي هادي انت شوف راه الدار ديالي كتشوف فيها راه هي رايك واش كنخصني نكون مرتاح انا مع راسي انت كنشوف الزبل كيفاش داير هادشي الا ما عيطناش للباشا والله الا تحيد هادشي الباشا اللي كيحيدو السيد الباشا ما عيطناش ليه وعطينا معلومات كنشكروهم على المجهودات اللي كيقومون بها السلطات المحليه كامله على راسهم السيد الباشا والقائد وجدرميه هادو خدامين معنا نهار السبت ما كنخرجوش من ديورنا ولحد ما كنخرجوش من ديورنا وهادشي بزاف بزاف بيعوا شي مع راسك وحاول دير نقي نقي البلاد ديالك بخصوص هذا المحضر هذا اشنو اللي كيقول هذا المحضر كيقول لك السوق نهار الاحد نهار الاحد نهار الاحد السوق اللي كاين ما كاين السبت والاحد ها هو كتشوف فيه هنا حالة ملي كيجيو هما السبت والاحد ما كيعجبكمش هما ما كيعجب الحال هما لا هما انا قرار ماشي ديالنا قرار ديال الجماعه هذا قرار جماعي ماشي قراري انا هذا الرئيس اللي مخطط المك مجلس الجماعه هو اللي دار الشيء ديالو كامل حنا عندنا غير يحترمونا ويخدموا مع راسهم الله يسهل عليهم ولكن يجمعوا الزبل ديالهم شكرا صافي اذا مشاهد